إلا هو الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبتدئ الإماء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأسني بحمد موارده سائغة حنية ممتتعا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنه الله تعالى رضوانا يحص نطرة طاهرة نبوية ويعم الصحابة والأتباع من والاه وأستهديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الوباء فيه حطط الخطائ وهطى وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا نبطرية نادما من النفم الشريف إقدا تحلى المسمع بهلاه وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد اللهم رب الكريم يا من شريف صلاة الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع
سمي بقصير لتقاصيه في بلاد خزاعة وقصية إلى أن عاده الله تعالى إلى حرم محترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مولى ابن كاب ابن رعي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية فما فوقه الكناني من جمال فإليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النذر ابن كنانة ابن هزيمة ابن مدركة ابن إلياس فهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله تعالى ودبره ابن موسى بن نزار بن معاذ بن أرنام فهذا سلك ومدفع إيده بنان السنة السنية فأمره إلى خليل إبراهيم عليه السلام وامسك عنه الشر والعمى فأدناه بلا ريب إن نزل الهوم النسبية إلى الزبيه إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فعزم به من يرد تعلق الكواكب الدرية فكيف لا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى أعطه اللهم قوله الكريم بأهل البشرية والرسالة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Allah'a şükür, rahmet. Allah'a şükür, yetti diye de gel. الشيطان الرجيم نسب تحصب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حد ذا عقد صودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء فأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا الصفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه فإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عده اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة محمدية صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما فرحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أم لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار هزتيا وصدى كل صنب الهوب بنسل صدى وكوسيت الأرض بعدة لجدها من النبات حللا سندسيا وإن أتي الثمار ولا الشجار لجني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفطح الألف العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست الأوالم من السرور كأس هميا وبشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرحمنية ولهج بحبره كل حبر خبير وفي حلاه حسنه تا وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقبا أطهر اللهم قبره الكريم بأعلم الكريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا اي نور اي مرحبا مرحبا ابن مريد شير الأدراء بشتير صفه الحسن بلبلي محمود أدراء بشتير ملكي تاكل لي جهنجا رسدفني بطن ذن نرد حقا بالدرود قمت بها بشتير نيس ذاتها لزقي أدوات Toshini kimler otar, dap itip hak aytadı, tabbat yada hoş geldiniz. Hal ziyaf eyçesi, olun sadın eyledi, seyreti bir lahzada arşul ula hoş geldiniz. Hal ziyaf eyçesi, olun sadın eyledi, سيرتي بالرخصة
Erşül ula hoş geldiniz. Cümle peygamberlerini teyrem, cümle peygamberlerini teyrem. Nazdırlen çorledi, ya Rabbi deyip çorledi. Sizinle hüda hoş geldiniz. وعليه وسلم باضع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا موميا بذلك الرفع إلى صدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تيك البنية فأقبل مصرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختله جده بعد سبع ليال سميا وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم خبره الكريم بعبد سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس حسن سنيا مرضى القومات أبيض اللون مشربا بحمرا واسع العينين أكثرهما أهداب الأشفار قد منخ الزجاج هجبا فهلاج الأسنان واسع الفم حسنا واسع الزبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يربي بزهد دم حسان الإرنين أقنى بعيد ما بين المنجبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم أقيب كش اللحية أعظم رأسي شعره إلى الشحمات الأذنية وبين كتفين صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مختو السر بيد القدرات الإلهية طيبا دهينا مكفولة بكحل العناية عينا وقيل فطنه جده بعد سبع ليال سريا وأولما وأتما سمى محمدا أكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بأرض شرية من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كان صلى الله عليه وسلم شديد الهيام
يخسفون له ويرقعوا صوبه ويهلبوا شاته ويسيروا في هدمة أهله بسيرات سرية ويهب الفقراء والمساكين ويجلسوا معهم ويعودوا مرضاهم ويشيعوا جنائزهم ولا أحيحر فقيرا أدقاهم فقرا وأشباه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة ويذب العبودية ولا يهاب الملك ويرضى لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهر للملائكة الروحانية ويركب البئر والفراس وبولة وهمارا بعض الملوك إليه أهداه ويأسب على بدنه الهجر من الجوع وقد أتيت مفاتيح الخزائن الأرضية ورودته الجبال بأن تكون له ذهبا فآباه وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويكسر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام ويتم الصلاة ويكسر الخطاب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقولوا إلا حقا يهب الله تعالى ويرضاه وهاهنا وقفى بنا جواد المقال عن اضطراد في الخلبة البيانية وبلغ زائن الإملاء في فدا في دعيزاه منتهى أطر اللهم قبره الكريم بعلم الكريم والسلام والرسيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه ويا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه فسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه فبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله فبحملة شريعته والمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا يا مولانا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية
فتصبح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه فتخلص على نفس الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا فتكفينا كل مدلة همة وبرية ولا تدع لنا ممن نهواه هوى وتدري لنا من حسن اليقين قطوفا دانية زنية وتمحو عنا كل ذنب زنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال أعز درا فتعمد معنا هذا من خزائن ملحك السنية برحمة ومغفرة وتدين عمن سواك غنى اللهم أمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم المبارك وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية واسقنا غيثا يعم ثياب ثيبه السبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزندي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعله عن المقربين مقيله وسكنا فاستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا ولكاتبها وقاريها ومن أصاح إليها سمعه وأسرا اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ومالاه ما شنفت الآذان من وسعه الدري بأقرات جوهرية فتحل صدور المحافل المنيفة بعقود حلا فأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
أولم بر جنون إن فيهم من محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ورور سما شفنا جنة وارض أهل نوكين دوم بر مجرو فجد لسعو الله شد ربي وشفر لي ورا كل نيكي صلى الدريا في نحو لقيني ورو حدنا قلنا لي فرزا لي وشفر لي ورا بحلي صعدا هي قلب أحلي لم قارم برد تقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا رحمة Qulur samada yelchuyda onun toshburdi yora dardlarga hadinga ekala minna g'oyibingdan shifoi shomil atoqing shifo bergin robbana shifobbal minna innaka antas samiyularin rahmatli Başına var mı? Kızma tıkla döndü. Dedim ne konuşma? Gege. Ne hava? Al kattan mı yasal? Kattan mı yasal? Kattan mı yasal? Hayır, ben de. Ben de.